أخطر ما توقعته ليلى عبد اللطيف وحدث بالفعل، شاهد الآن حصريا على قناتنا. مرحبا بكم متابعينا الكرام، هذه حلقة جديدة من حلقات ليلى عبد اللطيف. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. التوقع: هجوم على إحدى السفارات في لبنان يؤدي إلى اشتباك مع رجال الأمن، وأرى الجيش يتدخل مع حصول إطلاق نار كثيف من أجل فرض الأمن وإلقاء القبض على بعض المشبوهين. الحدث: مرة جديدة خلال أشهر قليلة يسجل إطلاق نار على السفارة الأمريكية في عوكر شرق العاصمة بيروت، إذ تعرضت السفارة إلى هجوم من قبل مسلح أطلق النار من رشاشة النار الخاصة به على حراس الأمن في السفارة، ليتدخل بعد ذلك الجيش اللبناني المكلف بحماية هذه المنطقة واشتبك معه لمدة نصف ساعة. وبعد إصابته إصابة مباشرة في بطنه وقدمه، تمكنت مخابرات الجيش من التعرف على هوية مطلق الرصاص على السفارة، وهو مواطن سوري يدعى قيس فراج في منتصف العقد الثالث من العمر. التوقع: ستشهد دولة الكويت أزمة سياسية داخلية، لكنها لن تؤثر على نظام واستقرار الحكم بالكويت. بالرغم من ذلك فهي الأزمة ستكون بسبب انتشار قضايا الرشوة والفساد، ومن هنا أرى حصول حملة كويتية واسعة لمحاربة الفساد على الرشاوة، مما سيؤدي إلى حصول تغيير في الوجوه السياسية والأمنية من خلال حملة مداهمات واعتقالات لعدة أشخاص بارزين سنراهم وراء القضبان. كما سنسمع عن قرارات جديدة وجريئة ستصدر عن أمير الكويت وتفاجئ الجميع على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتصب في مصلحة الشعب والاقتصاد وتمنع الفساد، وسنرى ارتياحا شعبيا واسعا في الكويت من جراء الخطوات القادمة التي ستقضي على جزء كبير من عمليات الفساد وعلى نسبة عالية من عمليات الرشوة، وخاصة في الإدارات الحكومية، وسنرى الشعب الكويتي مؤيدا لقرارات الأمير. الحدث: أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة، كما أعلن توقيف العمل ببعض بنود الدستور الكويت في خطاب وجهه إلى الشعب تحت عنوان: بلادنا مرت بأوقات عصيبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف، منددا بتصرفات تخالف القواعد الدستورية في البلاد. التوقع: أرى مع ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني أن الأمر سيؤدي إلى تفجير غضب شعبي عارم وغير مسبوق في أكثر من دولة عربية وأجنبية، ويجعل أمريكا تواجه موجة عالية من الارتباك بسبب الانتقادات الواسعة والهجوم المباشر تجاه سياسات الإدارة الأمريكية الحالية. الحدث: يستمر طوفان الحراك الطلابي في عدد من الجامعات الغربية نصرة لغزة، ومع استمرار تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب توسعت حالة الغضب لتمتد إلى عشرات الجامعات الأمريكية، ومنها هارفارد وجورج واشنطن ونيويورك ومعهد التكنولوجيا ونورث كارولينا. ورفع الطلاب المحتجون أعلام فلسطين مرددين شعارات طالب بوقف العدوان ووقف الدعم الأمريكي لإسرائيل. التوقع: سنشهد مهاجمة أهداف إيرانية، وإيران ترد بالطائرات المسيرة، وهنا المفاجأة. الحدث: أكثر من 200 قطعة نارية بحسب الوصف الإسرائيلي أطلقت من إيران بشكل مباشر باتجاه إسرائيل، والتي تشمل أكثر من 200 طائرة بدون طيار وصاروخ باليستي أو صاروخ دقيق أطلق بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني. التوقع: مطارات بعض دول العالم ستشهد مرحلة إغلاق وتوقف للرحلات الجوية من جديد، وهذه الإجراءات ستؤدي إلى حالة من البلبلة والهلع والقلق بين الناس. الحدث: أعلنت شركة مصر للطيران أنه نظرا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران في كل من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت الشركة تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة، وذلك لحين إشعار آخر. توقع: توقيف الرحلات الجوية من مطار رفيق الحريري الدولي للمرة الثانية. الحدث: أعلنت وزارة النقل اللبنانية إغلاق الأجواء اللبنانية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية بشكل مؤقت واحترازي نظرا للتوترات في المنطقة. التوقع: سنشهد في المراحل القادمة توتر إيراني إسرائيلي يظهر بقوة إلى الواجهة الإعلامية، ويوتر الأجواء الدولية والعربية ويثير القلق بفترة، وستكون الأجواء البحرية في قلب هذا الحدث، لذلك سنراه من الجو خاصة عند إطلاق صواريخ إلى هدف معين. الحدث:
صفارات وانذار وهلع داخل الاراضي الاسرائيليه، وابل من الصواريخ يقع على مناطق متفرقه، ضربات تعتبر غير مسبوقه عقب ايام من الشد والجذب بين ايران واسرائيل. حسب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، نفذت طهران هجومها باكثر من 200 طائره مسيره وصواريخ. التوقع: أرى أن العمق الإسرائيلي سيتعرض لهزة أمنية أو خطة عسكرية كبيرة، وإيران ستكون في قلب الحدث وفي حالة تأهب قصوى. الحدث: التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد من جهته أن نصف الصواريخ التي أطلقت أصابت هدفها بنجاح، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها إيران هجوما عسكريا مباشرا على إسرائيل. ضربات اعتبرت ردا على استهداف إسرائيل في الفتح من إبريل نيسان الماضي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. التوقع: أحد الجسور المهمة والمشهورة في العالم سيكون مسرحا ومركزا لحالات كبيرة من الهلع والخوف، ونرى الناس ستركض على هذا الجسر بشكل هستيري كأنها هاربة من كارثة قادمة أو مشهد خطير ومخيف. الحدث: حطام كبير في مدينة بالتيمور الأمريكي، وسفينة الحاويات الضخمة هذه عالقة هناك حول الجسر المنهار، تبحث فرق الطوارئ عن الضحايا. اصطدمت سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة بالجسر الذي انهار بعد لحظات قليلة، وسقطت السيارات في النهر. توقع جماهير ومناصر التيار المستقبل خاصة والشيخ سعد الحريري على العموم، نراها تملأ الساحات من جديد لحدث مهم، وسنرى الرئيس الحريري في قلب هذا الحدث مع تضامن شعبي وتعاطف كبير مع جمهور الشيخ سعد حريري خلال المرحلة القادمة، وسنراها في العاصمة بيروت وبعض المدن اللبنانية. الحدث: وسط حشود كثيفة من مختلف المناطق اللبنانية، حضر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق حريري في وسط بيروت لإحياء ذكراه 18. إلى هنا متابعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.